السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقه عمل بلوزه. البلوزه دي ممكن تعتبر توب او بلوزه لان هي قد انا هوضحها لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل البلوزه ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل البلوزه مبدئيا كده البلوزه ديت هي كات، تمام؟ بتبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن جزئين، الجزء الامامي والجزء الخلفي من البلوزه، وبنعمل الجزء اللي هو الحماله بتاعه البلوزه بنعملها لوحدها. اوضح لكم شكلها دلوقتي. تبقى طبعا قطعتين، بنشبك القطعه الجزء الامامي وبنشبكها في الجزء الخلفي. فانا كونت الجزء الامامي، هي بدايتها مش بتبقى الفراغات دي، لا بدايتها بتبقى بتعملي غرزه سلسله، بتاخدي المقاس الدوران دوت، مش دوران الصدر كله او الدوران كله، لا بتاخدي الجزء، بتشوفي البلوزه بتاعتك من فين لفين. طبعا بتتعمل الجزء الامامي لوحده والجزء الخلفي لوحده، تمام؟ وهنشتغل سلسله، هتشتغلي سلسله من مضاعفات الرقم 2 لحد ما بتوصلي المقاس اللي انت محتاجاه، تمام؟ عند جزء الصدر او من الكتف للكتف بتشوفي المقاس قد ايه، بناء عليه هتشتغلي السلسله بتاعتك. وهنيجي في النص كده نكون التزايد اللي انت شايفاه ده اهو، تمام؟ وهنبدا بعد كده نشتغل ونرتفع بالاسطر اهو، هنرتفع اسطر معينه. بعد كده هناجي في النص، بعد ما بنرتفع الاسطر معينه هنبدا نعمل فراغات، بعد كده اسطر معينه فراغات، بعد كده هنرتفع الاسطر اللي بعد كده زي ما انت شايفه بالشكل ده، تمام؟ طبعا الجزء الخلفي في البلوزه بيبقى اكبر من الجزء الامامي. انا ده يعتبر ده الجزء الخلفي لان انا كبرته عن الجزء الامامي. الجزء الامامي بيبقى بعد الفراغات بيبقى ثلاث اسطر بس، لكن انا كبرت بحيث ان الجزء الخلفي يبقى اكبر من الجزء الامامي في البلوزه. هنكون مع بعض دلوقتي، هنشتغل سلسله من مضاعفات الرقم 2. بالنسبه للادوات اللي هستخدمها، انا بستخدم خيط قطن وبستخدم معاه ابره مقاس 3.5 ملم. طيب الفتلة دي متوسطة السمك، طبعا انت ممكن تستخدمي اي فتلة متاحة عندك او اي سمك خيط متاحة عندك، بناء عليها بتحددي مقاس الابرة المناسب لسمك الخيط، اوكي؟ طيب كام جرام من البلوزة ديت؟ بتحتاجي من 250 لـ 300 جرام خيط قطن، اوكي؟ من 250 لـ 300 جرام. هنبدأ مع بعض نكون السلسلة من مضاعفات الرقم 2. بسم الله اهو، بشتغل سلسله من مضاعفات الرقم 2 لحد ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه، زي ما وضحت لك بتاخدي المقاس ازاي. طيب انا كده اشتغلت لحد ما وصلت للمقاس، والمقاس بالنسبه لي عدد السلاسل يعني بالنسبه لي 52 غرزه سلسله. بعد كده هرتفع 2 سلسله ارتفاع، ده بره المقاس بتاعي، دول سلاسل ارتفاع بعد ما بتشتغل المقاس بتاعك. بعد كده باخد لفه على الابره وبشتغل غرزه عمود بلفه في الغرزه اللي بعد الاثنين، بنسيب الغرزه الثانيه بندخل في الثالثه بنعمل فوقيها غرزه عمود بلفه، واللي بعدها غرزه عمود بلفه. بتشوفي عدد السلاسل اللي عندك كام غرزه سلسله، وبعد كده بنقسمهم على 2. بنقسمهم على 2 ليه؟ علشان هنبدأ بعد كده نعمل التزايد اللي بيبقى في النص. طيب انا عندي 52 غرزة سلسلة، هاجي هعمل ايه؟ هاجي في الغرزة رقم 26، في الغرزة رقم 26 هبدأ اعمل التزايد بتاعي، تمام؟ دي 1 2، دي كده 3 4، وهكذا لحد ما بوصل للغرزة رقم 26. بعد كده هبدأ اعمل التزايد، هوضح لك ازاي.
انا كده اشتغلت 25 غرزة عمود بلفة زي ما انت شايفة. هبدأ في الغرزة رقم 26، هعمل التزايد، والتزايد بتاعنا هيبقى ازاي؟ باخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة، هعمل فوقيها غرزة عمود بلفة عادية جدا، وفي نفس الغرزة هعمل كمان غرزة. يبقى كده اشتغلت 2 غرزة عمود بلفة. علشان اعمل التزايد هعمل غرزة سلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل كمان بلاس 2 غرزة عمود بلفة. اوكي، يبقى انا عملت غرزتين عمود بلفة سلسلة، 2 عمود بلفة زي ما انت شايفة بالشكل ده، في نفس الغرزة اللي هي الغرزة رقم 26. طبعا انت على حسب عدد الغرز اللي انت اشتغلتيها بناء عليها بتسمي الغرزة على 2، ما تلتزميش بعدد الغرز بتاعتي لان بتفرق من مقاس لمقاس. اوكي، هنبدأ بعد كده نشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلف لحد ما بوصل لنهاية الغرز اللي عندي ونهاية السلاسل اللي عندي. وصلت كده لنهاية السطر زي ما انت شايفة، القطعة بتاعتنا بقت بالشكل ده في النص، الجزء اللي بيدينا شكل المثلث ده نتج عن التزايد اللي احنا اشتغلناه. بعد كده هبدأ ان انا اعمل تزايد تانية في الاسطر اللي بعد كده، وهنرتفع، هوضح لك ازاي دلوقتي، وهنرتفع كام سطر بالظبط. برتفع 2 سلسلة وبشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلف لحد ما بوصل للفراغ اللي في المنتصف اللي هو الفراغ اللي كوناه في التزايد. تشتغلي عادي جدا فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. طيب انا كده وصلت للفراغ، بدخل في الفراغ هعمل تزايد. التزايد بتاعنا اللي في الفراغ هيبقى عبارة عن غرزة عمود بلفة سلسلة، في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة كده زي ما انت شايفة. السلسلة دي بنكونها علشان نكون تزايد فوقيها في السطر اللي بعده. بعد كده بشتغل بشكل تلقائي فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. انا كده وصلت لنهاية السطر، وده كان شكل السطر التاني. طيب احنا هنرتفع بالاسطر بنفس الطريقة، كام سطر بالظبط؟ هرتفع 18 سطر. فوق كل غرزة هشتغل غرزة عمود بلفة، هاجي في الفراغ اللي في المنتصف دوت هاجي هشتغل فيه غرزة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة علشان اعمل تزايد زي ما انت شايفة، علشان القطعة بتاعتنا تكبر. طيب بشتغل بالشكل ده، بترتفع 2 سلسلة، وبعد كده بتشتغلي فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بتوصلي للفراغ، بترتفعي بالأسطر كده بنفس الطريقة لحد ما بتكوني 18 سطر. هكمل ال 18 سطر وهنرجع مع بعض اوضح لك هنشتغل ازاي. طيب انا هنا ارتفعت كده زي ما وضحت لك ال 18 سطر، بنشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة عادي، بس بناجي في الغرزة اللي في النص او الفراغ اللي في النص بنعمل فيه التزايد بتاعنا اللي هو غرزة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة. طيب بعد ما بنكون ده هنبدأ نكون الفراغات اللي في النص دي. الفراغات دي عبارة عن غرزة الشبكة، هوضحها لك ازاي. هنعمل سطرين من غرزة الشبكة، هنكون سطرين او 3 اسطر من غرزة الشبكة. هنرتفع 4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4، هلف القطعة بتاعتي كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هسيب غرزة التانية التالتة، هدخل في الغرزة الرابعة اهو، ادي 1 2 3، هدخل في الغرزة رقم 4 وهعمل فيها غرزة حشو. بعد كده 4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4، تمام. بسيب غرزة التانية التالتة، بدخل في الرابعة بعمل فيها غرزة حشو، 1 2 3 4، 1 2 3، بدخل في الرابعة بعمل غرزة حشو. بكرر الخطوة دي لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب
طيب انا هنا وصلت لنهاية السطر زي ما انت شايفة كده بالشكل ده من الفراغات. الخطوة اللي بعد كده هرتفع بغرزة سلسلة، هلف القطعة بتاعتي، هاجي في اول فراغ هعمل كده هنا غرزة حشو، بعد كده هرتفع باتنين سلسلة، واحد اتنين، هاجي هعمل غرزة حشو في اول فراغ. تمام، ادي كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة، بدخل في الفراغ بعمل فيه غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة في الفراغ وبعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة في الفراغ وبشتغل غرزة حشو بالشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام، في كل فراغ بشتغل اربع غرزة سلسلة وبدخل في الفراغ بعمل غرزة حشو، بكرر الخطوة دي لحد ما بوصل لنهاية السطر وبرتفع كمان سطر بحيث عدد الاسطر من الفراغات بتاعتي تبقى معايا 3 اسطر. هعمل يعني ده السطر التاني وهعمل كمان سطر بنفس الطريقة وهنرجع مع بعض اوضح لك هنشتغل ازاي. طيب انا كده ارتفعت خلصت السطر اللي كنا بنشتغله مع بعض واشتغلت كمان سطر كده، عدد الاسطر من الفراغات بقت معايا 3 اسطر، ادي سطر اتنين وادي السطر التالت بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل، اوضح لك دلوقتي القطعة اللي انا اشتغلتها دي، ادي 3 اسطر الفراغات، هنبدأ نشتغل 3 اسطر فوق كل غرزة، هنشتغل في الفراغات اعمدة بلفة، بعد كده هنشتغل اعمدة بلفة، هوضح لك ازاي. بعد كده هنبدأ نكون فراغات تاني، بعد كده هنبدأ نكون اسطر تاني بعد الفراغات، كل ده هوضحه لك دلوقتي. هرتفع باتنين سلسلة، هلف القطعة بتاعتي، هاجي في الفراغ بشتغل في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة. اوكي، بعد ما اشتغلت في الفراغ 3 غرزة عمود بلفة بيقابلني هنا غرزة حشو، بشتغل في غرزة الحشو غرزة عمود بلفة. تمام، الفراغ اللي بعده بكرر نفس الخطوة، 3 غرزة عمود بلفة، اتنين تلاتة، باجي عند غرزة الحشو اللي بنكونها بعد كل فراغ. تمام، هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة. تمام، الفراغ هشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة، ادي كده اتنين، ادي كده تلاتة، باجي هنا في الحشو بعمل غرزة عمود بلفة، بكرر الخطوة دي لحد ما بوصل لنهاية السطر. فانا هوصل بنفس الطريقة كده لنهاية السطر، فوق كل فراغ هشتغل 3 غرزة عمود بلفة، وعند غرزة الحشو هشتغل غرزة عمود بلفة، هكرر لحد ما بوصل لنهاية السطر وهرجع اوضح لك هنشتغل ازاي بعد كده. طيب انا اشتغلت كده لحد ما وصلت لنهاية السطر زي ما انت شايفة، فوق كل فراغ اشتغلت فيه 3 غرزة عمود بلفة، وجيت عند غرزة الحشو وبشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده، وصلت كده لنهاية السطر. الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة، هلف القطعة بتاعتي تمام بالشكل ده، وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر بالشكل ده، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. فأنا هوصل كده بنفس الطريقة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وهشتغل كمان سطر بحيث عدد الاسطر من غرز العمود بلفة تبقى معايا 3 اسطر من غرزة العمود بلفة. بعد كده هكرر الخطوة كمان، ان انا هشتغل 3 اسطر من الفراغات بنفس الطريقة، فانا مش محتاجة ان انا اوضحها لك، بس هوضحها لك شرح كده اهو. ادي هنا عملنا 3 فراغات، 3 اسطر من الفراغات، ادي 3 اسطر من الفراغات. تمام، وبعد كده هنشتغل 3 اسطر فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. بعد كده بعد ما بخلص ال3 اسطر هنشتغل 3 اسطر من الفراغات، وبعدها كمان 3 اسطر من
غرز العمود بلفة. انما لما هتعملي الجزء الخلفي، انا ده الجزء الخلفي اللي انا اشتغلته بره الكاميرا، اوكي، واللي بشتغله معاكم الجزء الامامي. اما هتعملي الجزء الخلفي، عشان الجزء الخلفي اكبر من الجزء الامامي، هتكتري حوالي 4 اسطر كمان، بحيث عدد الاسطر بتبقى من 7 ل8 اسطر معاكي، مش 3 اسطر بس، تمام. فانا الجزء الخلفي طولته علشان يبقى اطول من الجزء الامامي، فانا هنا هشتغل 3 اسطر من غرزة العمود بلفة. بعد ما بخلص 3 اسطر من غرزة العمود بلفة، هشتغل 3 اسطر من الفراغات. بعد ما بخلص 3 اسطر من الفراغات، هرجع اشتغل 3 اسطر من غرزة العمود بلفة، وهنرجع مع بعض بعد كده نشبك القطعتين. بس زي ما وضحت لك، هو نفس الشغل، بس بيفرق ان احنا بنشتغل الجزء الخلفي اخر الاسطر، اخر الاسطر بتبقى معاكي من 7 ل8 اسطر، زي ما انت حابه طول الجزء الخلفي يبقى اطول ازاي، تمام. فهنخلص وهنرجع مع بعض، هنكون الفراغات اللي في البدايه، 3 اسطر اللي في البدايه دي، بعد كده هنشبك القطعتين في بعض. طيب انا هنا اشتغلت زي ما وضحت لك 3 اسطر ان اعمده بلفه، بعد كده اشتغلت 3 اسطر فراغات، بعدها 3 اسطر اعمده بلفه. هنيجي هنا هنبدا نشتغل 3 اسطر فراغات على الاطراف من فوق، وهنشتغل 3 اسطر فراغات ازاي بقى. هاجي هنا في الطرف، هرتفع بالسلاسل بنفس طريقة الفراغات اللي اشتغلناها في منتصف البلوزة، تمام. هاجي هنا في الطرف هرتفع ب4 غرزة سلسلة، بس في البداية هبدأ ان انا هثبت الخيط بتاعي بالشكل ده. طيب كده بعد ما ثبتنا، هرتفع ب4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4، تمام. بسيب غرزة التانية التالتة، بدخل في الرابعة هعمل فيها غرزة حشو، 1 2 3 4، تمام. بسيب غرزة التانية التالتة، بدخل في الرابعة هعمل غرزة حشو بنفس الطريقة بالظبط، 1 2 3، بسيب التلات غرز دول، بدخل في الرابعة بعمل غرزة حشو. بكرر الخطوة دي لحد ما بوصل لنهاية السطر، اوصل لنهاية السطر وهوضح لك. وصلت كده لنهاية السطر زي ما انت شايفة بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع بغرزة سلسلة، هلف القطعة، هاجي هنا في الفراغ هشتغل غرزة حشو، وهرتفع ب3 غرزة سلسلة، 1 2 3، هدخل في الفراغ هعمل فيه غرزة حشو، بعد كده 4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4، تمام. في الفراغ وهعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 في الفراغ، وهشتغل غرزة حشو. هشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وهكون كمان سطر بحيث عدد الأسطر معانا من الفراغات تبقى معانا 3 أسطر نفس الشكل ده كده اهو، زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. يبقى انا هوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة، 4 غرزة سلسلة، وفي الفراغ بعمل غرزة حشو، تمام. وفي الفراغ بعمل غرزة حشو بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر، وهرتفع كمان سطر بحيث عدد الأسطر تبقى معانا 3 أسطر. وهنرجع نعمل الحمالة، أنا عملت واحدة، وهنعمل مع بعض التانية عشان أوضح لك شكلها هيبقى إزاي، ونشبك ونكون البلوزة بتاعتنا. أنا كده خلصت 3 أسطر وارتفعت بال3 أسطر، ده الجزء الأمامي، تمام اهو. والجزء الخلفي زي ما وضحت لك ان هو بيبقى اطول من الجزء الامامي، ادي كده هوضحها لك في الجنب اهو، زي ما انت شايفه كده الجزء الخلفي اطول من الجزء الامامي. طبعا هنشبك القطعتين في بعض، بس في جزء هنا هنسيبه بحيث نكون الحرده بتاعه الابط. قبل ده كله هنبدا نعمل نكون الحماله دي بتاعه البلوزه، بتبقى في الجزء ده كده، بنشبكها القطعتين، بنشبكهم في بعض، تمام. طيب هتبقى ازاي بقى؟ هنشتغل غرزة سلسلة، هتبقى 8
غرز سلاسل بلس 2 2 ارتفاع، يبقى هنشتغل 10 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 9 10، كده اشتغلنا 10 غرزة سلسلة. الخطوة اللي بعد كده باخد لفة على الابرة، بسيب غرزة تانية، هدخل في الغرزة رقم 3 وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، يبقى هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. اهو بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة، تمام، وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية الأعمدة اللي عندي، وبرتفع برضو بنفس الطريقة فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة، بترتفع بالأسطر لحد ما بتوصلي طول الحمالة اللي انت محتاجاها على حسب ما انت محتاجاها، طولها قد ايه، بناء عليها بترتفعي بالأسطر كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. ادي كده وصلت لآخر غرزة بعمل فيها عمود بلفة، وارتفع باتنين سلسلة، ألف القطعة وبعمل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة كده، بترتفع بالأسطر، هرتفع بالأسطر وهنرجع مع بعض نشبك الحملات ونكون الجزء البلوز. طيب أنا كده كونت الجزء بتاع الحمالة، أدي واحدة وأدي التانية. هنبدأ دلوقتي نشبكهم في البلوزة. قبل بس ما نشبكهم في البلوزة هنشبك الجناب في بعضها. أنا شبكت جنب اهو، بس بنسيب الجزء ده والجزء ده، الجزء ده بنسيبه ليه؟ علشان نكون الحردة بتاعة الابط، تمام. فبتشبكيها، هنشبكها في الجنب بغرزة الحشو. هنجي في الجنبين ازاي؟ انا شبكت زي ما وضحتلك الجنب ده، بس بنسيب قطعة. القطعة اللي احنا هنسيبها ازاي بقى؟ ايدي بتبقى كده، وهنسيب الغرز، هنسيب كام سطر كده، حوالي سطرين، من سطرين لتلات اسطر. هدخل كده في الجزء ده كده، تمام. زي ما انت شايفة كده، وهجيب طرف الخيط وهنبدأ نشتغل بغرز الحشو عادي جدا كده، وبعمل غرزة حشو. ممكن كمان تشتغليها بغرزة المنزلقة، بس تفضل ان انت تشتغليها بغرزة الحشو، لان غرزة المنزلقة احيانا بتشد القطعة بتاعتنا. اوكي، فبنفس الطريقة كده، الغرزة والغرزة المقابلة، ادي جنب وادي جنب، تمام، في الغرزة والغرزة المقابلة، وبنبدأ نعملها كده بغرزة الحشو زي ما انت شايفة كده، لحد ما بوصل لنهاية القطعة كده. طيب انا كده قفلت الجنب كده زي ما انت شايفة بالشكل ده، تمام. وهنا رحت ركبت الجزء بتاع الحمالة، كل ده من ظهر الشغل بتاعنا، لسه ما عدلناهوش، تمام. هنبدأ نكون الحمالة، نشبكها بالشكل ده زي ما انت شايفة. ادي قطعة ودي قطعة، هنشبك القطعة الجنب التاني، الحمالة التانية مع بعض دلوقتي بابرة التنظيف كده، وبالخيط زي ما انت شايفة بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نشبك، ادي الجزء بتاعنا بتشبكيه كده، بنبدأ هنا كده وبتخيطي كأنك بتخيطي الخياطة العادية. مش هينفع ان احنا نشبكها بغرزة الحشو او غرزة المنزلقة او بابرة الكروشيه عامة، مش هينفع ان احنا نشبكها فيها. فبتبدأي كده اهو، كل ده احنا بنشتغل في ظهر القطعة بتاعتنا.
اهو خلاص شبكناها التشبيكة الأخيرة، هنبدأ نقص. تمام، والجنب التاني اهو بتاع الحمالة هنبدأ نشبكه كده بنفس الطريقة، تبتدي على الأطراف هنا كده وبنبدأ نشبك عادي جدا. سوري. اهو اخر جزء. تمام، هنبدأ نقص اي خيوط زايدة بعد ما بتشبكيها التشبيكة النهائية، بتقصيها بنبدأ لو في طرفين كده زي بتعمليهم بتربطيهم في بعض بحيث ان انت تأمني على الخيوط بتاعتك. ده طبعا الظهر، هنبدأ ان احنا نعدل البلوزة بتاعتنا. اهي ادي كده البلوزة بعد ما عدلناها بقت بالشكل ده، ادي زي ما انت شايفة ده الوش وده الظهر وده جزء الحمالات من فوق، ادي كده الحمالات زي ما انت شايفة كده بالشكل ده الشكل النهائي للبلوزة بتاعتنا بالشكل ده. انا كده وضحت لك ازاي ننفذها لأي مقاس حباه، والشكل النهائي للبلوزة بتاعتنا بيبقى بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل البلوزة بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل البلوزة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكوا على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.